مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر الثاني اللي كنقدموا لكم من القرب ديال ملعب البشير اللي غادي يعرف واحد المباراه هامه في اطار اقصائيه كاس العرش بين الرجاء البيضاوي وشباب المحمديه. كلكم عارفين اشنو الواقع بخصوص التذاكير، ما نطولش عليكم. معنا واحد من الجماهير غيوره على الفريق ديال شباب المحمديه، سي هشام. سي هشام عنده ما يتقال في هذه القضيه دي. السلام عليكم سي هشام. خالد السلام عليكم اخويا خالد. هادشي اللي ولا دابا ولات واحد المزاله اخويا كبيره، فهمتي؟ ولكن ما تشوف دابا، شوف هاد الناس اللي موقفين دابا، شوف هاد السيده اش يدير لها الثمن. هاد الناس ودير التذكيره 200 درهم 300 درهم 2000 درهم، واش خالد هاد الناس غيجيو يتفرجوا في الكالبونايا ولا شنو؟ راه مشاكل اخويا، راه مشاكل. السيد انت رئيس مجلس بلدي ورئيس فريق شباب محمديه، راه خاصها تكون عندك واحد القدوه على هاد المدينه هادي. حنا راه بيننا وبين هاد الناس والو، هاد الجمهور اللي خلقتي هاد المشاكل بيننا وبين هاد الناس، حنا راه بيننا وبينهم والو. حنا راه كما كنا تنمشيو حنا لكازا ولا تنمشيو المدن الاخرى، راه كلشي كان تيرحم بولاد المحمديه. هادشي اللي تنشوفو دابا راه مشاكل كبيره اللي غتولي في المدينه هادي. نعم حنا حسبي الله ونعم الوكيل على هاد السيد. انت رئيس شباب محمديه، راه خاصك انت تكون قدوه ديال الوليدات هاد المحمديه اللي تتحرمهم دابا من التيران. هذيك النهار درتي درهم، علاش تمرقن على ولاد المحمديه؟ ولاد المحمديه راه باقي ما جاش اللي غيتمرقن عليهم، فهمتي؟ راه ما عندكش غيوره انت على هاد المدينه. طيحتي الفرقه في مشاكل كبيره، تطيح فرقه بمشاكل. وحنا كنا تلعبوها في الهوات، وكانت عندنا قيمه، كانت عندنا قيمه، لا كان جمهور كان كلشي. ودابا اش نشوفوا دابا؟ اش نشوفوا انت اللي داير هاد المشاكل 200 درهم 300 درهم 2000 درهم؟ واش تخممت؟ وانت اللي كان عندك مشاكل مع شي حد وسير قصديه. بعد من الجمهور، بعد من الجمهور ديال الشباب المحمديه، راه كبير عليك وكبير على اي واحد. انت راه حرمتي الجمهور من المدينه ديالو، ما بقاش يجي ليها. علاش الخطوه ديال الجمهور ديال الرجاء البيضاوي؟ الخطوه انه مقاطع، يعني راه السيف خاصهم يقاطعوا. هما قالوا راه ماشي مقاطعين على قبل التذاكر، وانهم مقاطعينها على احنا الرجاء كبيره وتتبقى كبيره. احنا نعم. ولاد المحمديه اللي تنقولوا هادشي، احنا ما بيننا وبين هذوك الناس والو، كما كانوا تنمشيو وكانوا تيرحبوا بينا. كل فرقه عندها جماهير ديالها. كل جمهور عندها فرقه ديالها، وكانوا تيرحبوا بينا، كانوا تيرحبوا بينا. كنا نمشيو لكازا تيرحبوا بينا. اي جمهور في المغرب كامل، اي فرقه في المغرب كامل ودي خالد، كانوا تيرحبوا بينا. حنا راه من طنجه حتى للقويره، راه ما خلينا حتى شي تيران في المغرب. نعم نعم. والناس تستقبلنا فرحانين تيشوفوا ولاد محمديه جاو. كيتفكروا فراس، كيتفكروا دابا. خالد اخويا راه ما نقولش لك اصاحبي، دابا تتشوف اصاحبي هاد المشاكل دابا مخدم امه ديال السلطه والناس ما نعساش. السي الفرعوني غير مسبوق بالمحمديه لاول مره بهذا الشكل هذا. وانت دابا تتشوف الشباب المحمديه ما بقاش عندها لا جمهور لا والو، والو دير 10 دراهم راه ما تيجيك حتى واحد، حيت انت كاين في الفرقه. حيت انت كاين في الفرقه راه ما غايجيك حتى شي واحد. يقولوا لك الجماهير ديال شباب المحمديه انت ديما على اتصال بهم مع الجماهير واللاعبين القدماء ديال الشباب، كي شافوا هذه القضيه هذه؟ خويا هذا السيد راه مهزله بزاف هنا، والله خويا خالد ما نكذب عليك، هذا راه خاصو يكون قدوه ديال هذه المدينه هذه. انت تطيح جمهور دابا، تدير المشاكل ما بين الجمهور وجمهور. اصاحبي راه هنا فين تيوقعوا الحوادث اصاحبي. وحتى ما تنساش ولاد المحمديه راه النص ديالهم ولا رجاوي، تيبغوا الرجاء، والرجاء راه عالميه عليك وعلى اي واحد. ولا الوداد، انت اسمع، ولا الوداد راه كاين النص ديال ولاد المحمديه وداديين، وكل واحد اللي يبغي شي فرقه راه تيمشي يتفرج فيها. واه صاحبي راك درتي مشاكل، العار لما حط الفرقه لمواليها وسير. صاحبي حط الفرقه لمواليها وسير، ما عندك ما غتصور من المحمديه، طيحتيها. حنا تنتمناو من الفريق خويا خالد. شو جمهور تيغوت خويا خالد، حنا ما كرهناش الفرقه وتمشي للهوات.